صفحة ثانية. نيكست. ذا كارديو فاسكولار سيستم، مثل ما تعرفون انه انتم ماخذي، احنا طبعا العام انا انطيتهم اول محاضرة، هي محاضرتي كانت الهيستولوجي، فالسنة ما ادري ليش يعني اخروها، حتى عبالي يعني منطيها لشخص ثاني ياخذها، فالمفروض يعني اول محاضرة انت تاخذها هي عن الهيستولوجي اوف الكارديو فاسكولار سيستم، فساعدكم معلومات عنها، واخذتوا يعني هواي شغلات بالكارديو فاسكولار سيستم، وتعرفون الفانكشن مالته انه هو ريفيرس تو سبلاي السيلز ان ذا بودي وذ ذير ميتابوليك نيدز which require a system of distribution of material and exchange with the tissue. اذا هاي الفانكشن مالته تحتاج انه شلون يصير distribution، توزع الاكسجين الميتابوليك نيدز الى السيلز اوف ذا سيل اوف ذا بودي اللي هي بهال السيستم مال الكارديوفازيكولار اوف ذا كارديوفازيكولار. The blood vascular system distributes nutritive materials, oxygen and hormones to all parts of the body. إذا هو راح يوصل كل حاجات السيلز اللي تحتاجها من materials, oxygen, hormone. بنفس الوقت ال cellular product أيضا راح removed by the this system. مثل ما تعرفون انه اكو الماينر سيركوليشن واكو الميجر سيركوليشن. الماينر سيركوليشن اللي هي برينج بلاد اللي هو الدي اوكسجينيتد الى الرايت سايد اوف ذا هارت، يعني الرايت اتريوم وبعدين الرايت فينتريكل، هذا وين راح يودي؟ يودي لللنج عن طريق البلمونري ارتريز، هاي راح نسميها الماينر سيركوليشن. بعدين من عن طريق من اللنج راح يروح البلاد اللي هو بعد ما يحصل على الاكسجين اوكسجينيتد بلاد، يصبح اوكسجينيتد بلاد يروح من الهارت عفوا اللنج الى الليفت اتريوم وبعدين للليفت فينتريكل وبعدين الى الاول بارتس اوف ذا بودي باي ذا اورتا، وذس كولد ذا سيستميك circulation or the major circulation. إذا عندنا تول minor circulation والmajor circulation اللي هي systemic circulation. فالminor هي بين الheart واللنج، والmajor circulation هي بين اللنج بين الheart وال all parts of the body. The blood vascular system include the heart اللي هو specialized double pump for propulsion and the system the vessels اللي هي series of duct to transport the blood. Next page طلاب. The types of blood vessels. نعرف انه the blood vessel هو شنو هي الارتريز. الارتريز راح تنتهي بالكابيلاري وبعدين من الكابيلاري الى الفين، هاي هي البلاد فيزل. الارتريز ديستريبيوت بلاد تو تيشو، ديستريبيوت بلاد تو تيشو راح يودي من يعني اواي ذا هارت، اواي ذا هارت خارج الهارت الى التيشوز اوف ذا بودي. بالكابيلاريز ايش راح يصير؟ نعرف انه عمليه التبادل الغازي الغاز اكسشينج اند الميتابوليك اكسشينج بتوين بلاد اند تيشوز. الفينز بالعكس بعكس الارتري راح ريتيرن بلاد تو ذا هارت اللي هو دي اوكسجينيتد، هنا راح يكون البلاد من يرجع الى الهارت، بينما الارتري لا راح اواي ذا هارت ويكون اوكسجينيتد. نيكست بيج. هسه generally the histological structure of a blood vessel، هاي بصورة عامة، أنا ما راح أخذ artery أو vein، لا هنا راح أدرس إن كل generally layers of the wall of the blood vessel، the blood vessel والheart أيضا. أو إذا نبدي من الداخل internal the inner layer، أول layer هي التونيكا انتيما أو التونيكا انتيرنا،
يعني ال inner layer tunica intima or ال interna. كل tunica intima consists of one layer of endothelial cells, one layer of endothelial cells supported by a thin subendothelial layer of loose connective tissue. هاي طبعا هي generally endothelial cells. وقت سب اندوثيليا الموجودة او ما موجودة هاي نجي حسب ما ناخذ يعني كل فزل على حدة نشوف هاي التفاصيل، بس بصورة عامة انه هي endothelial cells supported by a thin subendothelial layer of loose connective tissue. انتم مثل ما تعرفون احنا من اخذنا العامل بكل epithelium او كل cells راح تكون شلون يعني rest upon a thin basal lamina. اكو فد بيزل لامينه تستند عليها السيال، بعد السيال اكو سميناها يعني بغير تشو لامينه بروبريا. هنا راح نسميها سب اندوثيليال لاير، يعني هي بمثابه اللامينه بروبريا، فالسبورتنج تشو تحت الابيثيليوم. هذا راح نسميه سب اندوثيليال لاير اوف لوس كونكتيف تشو، وكل سب اندوثيليال لاير هي عباره عن لوس كونكتيف تشو، بها كولاجينس فايبر، قليل من الالاستيك فايبر، واذا موجوده مصل او هاي حسب الفيزلز اللي راح ندرسه. فالتونيكا انتما كونسيست اوف اندو سنجل لاير، سنجل لاير طلاب هاي يعني مو تكتبون لايرز اوف اندوثيليال سيلز، لا تحدد انه هي ون لاير سنجل لاير اوف اندوثيليال سيلز سبورتد باي اثين سب اندوثيليال لاير اوف لوس كونكتيف تيشو. الميدل لاير اللي هي التونيكا ميديا، تونيكا ميديا الميدل لاير كونسيست تشيفلي اوف concentric layer of helically arranged smooth muscle fiber. The smooth muscle هي التونيكا ميديا عبارة عن smooth muscle. Interposed among the smooth muscle cells are variable amount of elastic fiber and reticular fiber. ال smooth muscle ما تكون بحاجي راح يتخللها قليل من ال elastic fiber, reticular fiber between the layers of smooth muscle. بس يكون هنا ال arrangement مال ال muscle بالتونيكا ميديا هو هيليكالي ارينجد اور سيركولارلي ارينجد، سيركولارلي ارينجد يعني لو ناخذ مقطع عرضي راح نشوف انه تترتب على شكل كونسنتريك لاير. شلون الكونسنتريك لاير؟ طبقات متحده المركز اللي هي التونيكا ميديا. هنا الاندوثيليوم، هاي الاندوثيليال سنجل لاير سب اندوثيليال، والتونيكا ميديا كونسيست اوف concentric layers of helically arranged or circularly arranged smooth muscle fiber. بين ال smooth muscle fiber اكو variable amount of elastic fiber, reticular fiber. اخر طبقه اللي هي الاوتر الاكسترنال لاير هي الادفنتيشن. هاي هي الادفنتيشن، تونيكا ادفنتيشن. تونيكا ادفنتيشن اور تونيكا اكسترنا consists principally of type 1 collagen elastic fiber. هي عباره عن dense connective tissue طبعا. هذا الدينس كونكتيف تيشو يحتوي على الكولاجين فايبر اللي هو تايب 1، لان عندنا مثل ما تعرفون انواع من الكولاجين فايبر، كولاجين تايب 1، كولاجين تايب 2. فنوع الكولاجين اللي موجود بالادفنتيشن مال البلاد فازل هي كولاجين تايب 1. بيناتهم ايضا الاستيك فايبر. طبعا ليش سميناها ادفنتيشن موس الروزة؟ لان هي راح تكون كونتينيوز وذ ذا سراوندينج و سترومال تشو اوف اورجان ثرو ويتش ذا بلاد فيزل ران، يعني راح تكون مستمره ويا الكونكتيف تشو مال الاورجان اللي هي جاهزه، اللي هذا البلاد فيزل اللي جاهزه الاورجان اللي جاهزه هذا البلاد فيزل. فالادفنتيشيا مالته راح تكون مندمجه يعني مستمره ويا الكونكتيف تشو مال هذا الاورجان اللي جاهزه هذا الارتري او الفين. هنا صور يعني صوره توضح لك انه الفرق بين الفين والارتر، احنا بعدنا ما اخذنا الفين حتى نشوف الصوره. النكست بيج طلاب. هسه اخذنا اللايرز جنرال الارتري والفين، هسه راح ندرس انه بالفين نرجع نفس هاي هسه اللايرز التونكس اللي درسناها، نشوف بالارتر شلون تكون وبالفين شنو التركيب مالتها. الارتريز البيزك ستراكشر الوول كونتينز 3 لاير، هي نفسها الانتما ميديا ادفنتيشن. التونيكا انتما بالارتريز اندوثيليوم
تحت الاندوثيليوم بيزمنت ميمبرين، وبعدين ديليكيت كونكتيف تيشو اللي هو نسميه سب اندوثيليوم. التونيكا ميديا هي مصل، وبين المصل اكو الاستيك فايبر كولاجين فايبر. تونيكا ادفنتيشا عباره عن دينس كونكتيف تيشو. نيكست بيج. راح نبدي من اللارج ارتري. احنا قلنا هسه نرجع من اخذ اللارج او السمول تو ميديوم سايز ارتري او ارتريول، ارجع للثري مين تونكس اللي هسه حكينا عنها بالبدايه. اجي للارج ارتري الالاستيك ارتري، هو كمثال على الاورتا اند اتس مين برانشز. كمثال على اللارج ارتري، لارج الاستيك ارتري هي الاورتا. The elastic artery also called conducting arteries. ليش نسمي conducting artery؟ Because conduct blood to smaller branch of vascular system. لأن هو يوصل البلد إلى الفروع الأصغر من عنده. إلى يعني إلى small to medium sized artery. إلى medium and then to smaller arteries. فإذا نسميه conducting artery أو يسموه الإلاستيك artery أو اللارج artery اللي هو كمثال عليه الأورتا and its main أو large branches. أجي للإنتمة، شلون تكون باللارج artery؟ شلون يعني يكون شنو هي طبقات الإنتمة؟ الإنتمة احنا عرفنا إنه هي endothelium وسب endothelium layer. خلينا نشوف هم بالإلاستيك artery شلون تكون. الإنتمة تكون thicker than the corresponding tonic of muscular artery، يعني راح تكون الانتمه هي thicker than the tunica intima of muscular artery اللي اصغر من عندها. راح تكون الانتمه thicker than the tunica intima of the muscular artery. مين تتكون؟ tunica intima consist of endothelial cells. هنا الاندوثيليال cells راح تكون polygonal in shape. بعد شنو بيها السب اندوثيليال لير موجودة and a distinct internal elastic which is difficult to discern. شنو يعني؟ احنا طبعا هسه من قلنا التونيكا انتما generally consist انتما اندوثيليوم وسب اندوثيليال، ما قلنا يعني اكو فد شيء ثالث او فد تركيب ثالث بالالاستيك ارتري، لا راح يتواجد طبقة ثالثة أو جزء ثالث بالتونيكا انتما. شو نسمي هذا الجزء؟ internal elastic lamina. internal elastic lamina. إذا بها التونيكا انتما أجي طلاب وياي تأشير هنا. طبعا هذا اللومن مال اللارج ارتري. هذا اللومن بي بلد هنا بالداخل. التونيكا انتما هنا اللي هي single layer of endothelial cells. هاي المنطقة الفاتحة اللي شوفوها باللون الأصفر هي sub endothelial layer. sub endothelial layer اللي هي loose connective tissue. sub endothelial هي loose connective tissue. يعني بي كولاجين قليل، بي إلاستيك قليل. بعدين تيجي طبقة، أول طبقة متعرجة إلاستيك لامنة راح نسميه internal elastic lamina. هو موجود بس أحيانا difficult to discern. موجود بيه بس انه صعوبة اميزه. ليش؟ because the tunica media consists also of several layer concentric layer of perforated elastic lamina. فلان اكو elastic lamina ايضا بالتونيكا ميديا فصعوبة ان اميز هذا اللي هو تابع للانتماء عن اللي موجودات الالاستيك لامنة اللي موجودة بالميديا. فالتونيكا ميديا consists of elastic fiber and series of concentrically arranged perforated elastic lamina. اذا التونيكا ميديا كلها عبارة، هاي كلها تونيكا ميديا. شوف ايش قدها راح تكون thicker طبعا. It's the thickest layer. تتكون من هنا احنا عرفنا بالجنرال تونيك اوف ذا فيزل انه الميديا تتكون من سموث مسل فايبر. بالالاستيك لا، من اسمها الاستيك فايبر لان التونيكا ميديا كلها عباره عن الاستيك لامنا. هاي الالاستيك لامنا الفاريبل النمبر بالنيو بورن هي 40 كونسنتريك لاير، 40 لايرز بالنيو بورن. reach to 70 in the adult. إذا قد عدد الإلاستيك لامنة بالأدلت 70 وحدة. واضح؟ فإذا بالنيو بورن عدد الإلاستيك لامنة بال
tonica media هي 40 layers 40 لامنة و70 in adult بالادلت راح يكون عددها 70 perforated elastic lamina مثقبة حتى يعبر البلاد من ادلت تكون perforated. بعد شنو عندنا بين الالاستيك لامنا ايضا موجود سموث اكو سموث مسل فايبر. طبعا هنا هاي لو يعني يعني يمكم انتم تكبروها هاي الخطوط باللون يعني الدارك اي هنا هاي كلها الالاستيك لامنا هاي الالاستيك لامنا بيناتهم اكو كولاجين فايبر سموث مسل فايبر قليل يعني سموث مسل فايبر كولاجين فايبر الاستيك فايبر بس الالاستيك لامنا راح تكون بشكل طبقات حول يعني كونسنتريك لاير متحده المركز حول اللومن اوف ذا الاستيك بزل. هنا راح تكون ايضا ايضا شنو المكونات ريتيكولار فايبر جلايكوبروتين بروتيوغلايكان. التونيكا ادفنتيشيا شوفوا هنا طبعا هي كلها ميديا تونيكا ميديا التونيكا ادفنتيشيا راح هنا محددها بهاي السهم اللي موجود راح تكون يعني ثينر لاير ثينر ذان تونيكا ادفنتيشيا ميديا تونيكا ادفنتيشيا ثينر ذان ذا تونيكا ميديا كونسيست اوف هي فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو also containing the vasovasorum اللي هو blood vessel of blood vessel. blood vessel هنا هسه راح نحكي عنها الفازوفازورم هو الأوعية اللي تغذي الوعاء هنا لأن تكون deepest layer فما يوصلها blood اللي within the lumen ما يوصل blood لها فشنو راح يجيها من برا الكونكتيف تيشو يدخل الادفنتيشا ويغذي هاي المناطق اللي بعيده عن اللومن اوف ذا بلاد فيزل فيسموها الفازو فازورم. There is no distinct external elastic membrane ماكو elastic membrane واضح فقط الانترنال elastic membrane راح ارجع اعيدها طلاب الكم لان يعني من تجون تدرسوها ركزوا انه الالاستيك ارتري شو يختلف عن الماسكولار ارتري لان احنا باسئلتنا نركز على هاي الجوانب جوانب الفاريشن يعني الالاستيك ارتري يختلف عن اللي بعده انه التونيكا اجي لاير لاير الانتيما كونسيست اوف بوليجونال سيلز اللي هي الاندوثيليال سيل اكو سب اندوثيليال لاير اكو انترنال الاستيك ميمبرين هاي بالانتيما بس هذا الالاستيك ميمبرين از ديفيكلت تو ديزيرف التونيكا ميديا كونسيست اوف كونسنتريكالي ارينجد perforated elastic lamina والنمبر مالتها ان newborn 40 layers وان adult راح تكون 70 layers بيناتهم اكو سموث مسل قليل من السموث مسل قليل من الكولاجين فايبر والتونيكا ادفنتيشا راح تكون thinner containing اللي هي fibro elastic connective tissue تحتوي على الفازوفازورم. نيجي للاصغر من عده اللي هو small to medium size artery another big هاي الصورة أيضا توضح لي هنا هسه الحكينا إنه بال تتكون من إندوثيليال سيل المنطقة الفاتحة هاي سب إندوثيليال أول خط أول إلاستيك لامنة هو نسميه إنترنال إلاستيك لامنة وهاي الميديا اللي هي كلها عبارة عن إلاستيك اللي باللون الأسود هاي اللي تطمى التعطية للأرتريز حتى يعني يصير وبيناتهم أكو قليل من السموث مصل هاي اللي باللون السمائي وبعدين الأدفنتيشيا اللي هي هاي الطبقة عبارة طبعا هاي الكتل اللي جاي يشوفوهم أأشر عليها هي كولاجين فايبر لأن الكولاجين فايبر يكون على شكل ويفي بندل والفازو فازورم هذا البلد فازل أو بلد فازل أرتريول فينيول كابيلاريز وهاي الالاستيك لامنا شوف ايش قد واضحه هنا هاي لونها فاتح وهنا لونها غامق بهاي الصوره حسب الستيننج اللي مستخدمه هنا راح تكون لونها فاتح وبيناتهم هذا الغامق هو الكولاجين او الالاستيك القليل من السموت مصر انذر بيج هاي الماسكولار ارتري الماسكولار ارتري طبعا احنا شو نسميها سمول تو ميديوم سايز ارتري small to medium size artery هو نفسه المسكولار artery ايضا نسميه distributing artery muscular artery distributing artery الالاستيك artery سميناه conducting artery الconducting يوصل
يعني conduct blood to the blood vessel, smaller blood vessel اللي أصغر منه. المسكولار artery لا راح distribute blood to the tissue or the organ of the body. يوزع الدم إلى الأورغان of the body. فيسموه distributing artery. Distributing هو المسكولار artery. طبعا small to medium size artery. أكو small وأكو medium size artery. السمول تو ميديوم سايز ارتري نيجي للتونيكا انتما مين تتكون؟ سمول تو ميديوم سايز ارتري اللي هو الماسكولار ارتري قلنا نسميه also distributing artery because distributed blood to different organ. التونيكا انتما مين تتكون؟ من اجي احكي على التونيكا انتما احل ببالي اللارج ارتري حتى ما انسى حتى اعرف الفرق بينه وبين الاكبر من عده والفرق بينه وبين اللي اصغر من السمول تو ميديوم سايز ارتري. التونيكا انتما هاز فيري ثين سب اندوثيليال لاير اذا هي بيها سب اندوثيليال لاير. الانترنال الاستيك ميمبرين از بروميننت and form a thick straighted band composed of closely interwoven elastic fiber. اجي للصورة. هاي هي الصورة. consist of endothelium. السب endothelium موجودة بس تكون thin. هاي وين بالmuscular يعني بالميديوم سايز خلينا نقول مو السمول. السمول راح يصير يعني غير تغييرات دي. فهذا المسكولار ارتري ولا الميديوم سايز ارتري endothelium sub endothelial والبروميننت اللي بيه هي الانترنال الاستيك لامينا. انترنال الاستيك لامينا اذا كلش واضحه وبروميننت بالمسكولار ارتري. قد يجيكم سؤال انه الانترنال الاستيك ميمبرين يعني از فيري كلير ان اختيارات متعدده هل هو باللارج ارتري هل هو بالميديوم سايز هل هو بالارتريول. راح انت تكتب بالمسكولار ارتري يكون اوضح. باللارج ارتري موجود بس it is difficult to discern موجود ولكن صعوبه ان اميزه بينما اللي اميز عن طريق المسكولار ارتري هو البروميننت الاستيك انترنال الاستيك ميمبرين. واضح طلاب؟ السب اندوثيليال قلنا موجوده بس تكون ثين هنا بينما بالالاستيك ارتري راح تكون ثيك. التونيكا ميديا هنا مين تتكون؟ contains up to 40 layers of more prominent smooth muscle fiber. اذا ماكو الاستيك لامينا. بالالاستيك فايبر الميديا كلها عباره عن الاستيك لامينا. perforated elastic lamina. هنا لا بالمسكولار ارتري من اسمه مسكولار ارتري لان التونيكا ميديا كلها عباره عن smooth muscle fiber. شلون يكون الارنجمنت مال المصل هنا؟ circularly arranged يعني concentrically arranged around the lumen. بيناتهم اكو كولاجين فايبر الاستيك فايبر فهنا المكانات هاي الفاتحه هي السموث muscle فايبر. ايش قد اللايرز مالتها؟ up to 40 يعني أكثر من 40 layers من السموث مصل فايبر. هنا بعد شنو عندنا؟ الان elastic external the last component of is present only in the external elastic lamina راح تكون باللارج muscular artery very clear. طلع بس الصفحة اللي قبلها خلنا طلع لي اياها قبل هاي. ايه شوف هنا الالاستيك ايش قد واضح. هذا الانترنال الالاستيك لامينا وهذا الاكسترنال الالاستيك لامينا. هذا الخط الجوزي الخط الدارك اللي صاير هذا اكسترنال الالاستيك لامينا وهنا الانترنال الالاستيك لامينا بيناتهم التونيكا ميديا اللي هي عباره عن سموث مسل فايبر. هاي كلها سموث مسل فايبر واضح. سموث مسل فايبر باللون الاصفر internal elastic membrane و external elastic membrane or internal elastic lamina او external elastic lamina اما لامينا او ممبرين اثنينهم صحيح. فاذا هذا هسه ايش اسميه؟ تجيكم صوره بهالشكل. هذا اسميه large muscular artery. ليش؟ لان دي internal واضحه هو الانترنال بالكل واضحه بس الاكسترنال راح تكون فقط باللارج muscular artery. الاكسترنال elastic lamina أكثر وضوح more prominent in large muscular artery
large muscular artery. هاي معلومة خضر لبالكم انه الاكستيرنال الاستيك ممبرين هي موجودة فقط بالاكستيرنال باللارج muscular artery بيناتهم سموث مصل، بينما الالاستيك ارتري قلنا التونيكا ميديا كلها عباره عن الاستيك فايبر وبيناتها قليل من السموث مصل فايبر. التونيكا ادفنتيشا، رجع لي للصوره اللي بعدها، تونيكا ادفنتيشا هي عباره عن هاي هنا تكون يعني هنا ايضا يعني هي ويل ديفلوبد، عباره عن دينس كونكتيف تيشو تحتوي على الليمفاتيك كابيلاري، ايضا فازوفيزورم موجود بها، بها نيرف، هاي كلها تكون thick thick tonica adventitia longitudinally oriented collagen fiber. بعد ال small to medium sized artery هي الأرتريول. الأرتريول طبعا endothelium B تونين نجي للطبقات أيضا نعيدها إنه endothelium بها السب endothelial layer ما موجودة بها الانترنال الاستيك لامينا موجود هنا ولو ما واضح بس موجود هنا الاي هاي يقصد بها الاندوثيليوم. انترنال الاستيك ميمبرين بالارتريول موجود بس سب اندوثيليال ماكو، سب اندوثيليال ابسنت ان ذا ارتريول. اهم شيء اعتمد عليه انه هل هو سمول تو ميديوم سايز ارتري او ارتريول انه باللايرز اوف ذا مسل اوف تونيكا ميديا. اللايرز اوف مسل بالتونيكا ميديا اوف ارتريول 1 تو 5 1 تو 5 لاير اوف سيركولارلي ارينجد سموث مسل فايبر، يعني اقدر احسبها اذا تجاوزت الخمس طبقات فما اسميه ارتريول، اسميه سمول سايز ارتري. بينما اذا من 1 الى 5 اقدر احسبها، هسه شوفوا هنا هاي وحده، هنا طبقه ثانيه، هاي ثلاثه، هاي اربعه، تقريبا اربع طبقات المسل، اذا هو ارتريول. لأن عدد طبقات المصل بالتونيكا ميديا اوف ارتريول هي 1 تو 5، إذا تجاوزت الخمسة فهي مو ارتريول، هي سمول ارتريز، لأن احنا قلنا الارتري سمول تو ميديوم سايز. واضح؟ الادفنتيش هنا اعطيني انذر بيج. الارتريولز هو جنرالي ليس ذان، طلاب هنا بس صححوا لي اللي مو 0.1 0.5 ملم less than 0.5 ملم، اي مو 0.1 لان خطأ هاي الرقم، generally less than point يعني 0.5 ملم، وهاي يعني الدايامتر مال الارتريول. التونيكا انتما مال الارتريول consist only of endothelial and internal elastic membrane. No subendothelial tissue is recognized. إذن الانتماء تتكون من فقط الاندوثيليوم والانترنال الاستيك ممبرين. ماكو subendothelial، ماكو connective tissue تحت الابيثيليوم. مباشرة بعد الاندوثيليوم يجي الانترنال الاستيك لامينا or internal elastic membrane. No subendothelial tissue. التونيكا ميديا composed of 1 to 5 circularly arranged smooth muscle cells. واضح؟ قلنا 1 إلى 5. ماكو إذا تجاوزت الخمسة ما راح أسميه arteriol، راح أسميه small size artery. التونيكا adventitia is thinner than the media consists of connective tissue اللي هو يعني merges with the surrounding tissue. ماكو external elastic membrane. ماكو. قد يجيكم سؤال انه external elastic membrane is prominent in، على شكل اختيارات، على شكل فراغ، وين موجود external elastic membrane؟ تكتب باللarge muscular artery. Large muscular artery. واضح؟ الفانكشن مال الارتريز هاي تعرفوها، يعني انه شنو وظيفه كل ارتريز وظيفته. بالنسبه للالاستيك ارتري هو ال بيرميت الالاستيك ريكول اوف فازل، يعني القدره على التراجع. انشور بلاد فلو دورينج دايستول، هو يضمن انه البلاد فلو بمرحله الدايستول. الماسكولار ارتري كنترول فلو
blood to large areas، يوصل الدم إلى مكان يعني أكبر مكان بدي من for example femoral to leg. الأرتريول هو طبعا هو اعتيادي terminal branch terminal tube of the arterial system، وظيفته شنو؟ هو يغذي الكابيلاريز، فيه كابيلاريز ينقل البلاد من الأرتريولز بعدين من الكابيلاريز، من الكابيلاريز النوب للفينيول وهكذا. شنو وظيفته؟ انه الفانكشن مالته هو كنترول بلاد فلو انتو كابيلاري بيدز as their diameter are small، كل ما يكون الدايميتر سمول فأي change بالدايميتر has great effect on peripheral resistance. Decreased peripheral resistance الزيادة بالمقاومة المحيطية راح تؤدي إلى زيادة البلد برجر. فلهذا إنه يعني بعض العلاجات اللي يعطوها للأشخاص اللي عندهم ارتفاع بالضغط الدم اللي هايبر تينشن يعطوا درج يسوي ريلاكزيشن للأرتريولار كابيلا يعني هي الأرتريولز حتى يسوي حتى تقلل البريفرال ريزيستنس وبالتالي يعني البلاد بريشر يصير بي يقلل البلاد هايبوتنشن يسوي هاي يعني جنرال فانكشن انتوا هاي تعرفوها طلاب فيعني بس مروا عليها مر احنا اكثر شيء ناكد على الهيستولوجي اوف ذا سيركيليتوري سيستم. السلام عليكم دكتورة. عيني بس بالنسبة للرابط الحضور نزل بالشات خلي الطلاب يسجل بيه اللي ما منتبه شوية ما أسمع الصوت. رابط الحضور دكتورة نزل بالشات. ها بلي خلي ما منتبه خلي يسجل. تفضل دكتورة. استل كابيلاريز بعد الأرتري راح يجينا شنو الأرتريول وآخر شيء الكابيلاريز. الكابيلاريز نعرفه إنه هو permit different levels of metabolic exchange الأكسجين أيضا exchange between blood and surrounding tissue، تبادل الغاز بين البلد وال surrounding tissue. مين يتكون الكابيلارز؟ أيضا نجي للطبقات اللي اتطرقنا لها بالبداية. They are composed of a single layer of endothelial cells. إذن هي عبارة عن single layer of endothelial cells. هاي راح تسوي يعني تطوي الكابيلاري على شكل كيوب. The average diameter of capillaries varies from 5 to 10 micrometer. And their individual length is usually not more than 50 micrometer. The total length of capillaries is قد يقدروا يقدروا إنه هو 96,000 كيلومتر يعني ما يقارب 60,000 ميل 60,000 ميل. شوف إيش قد يعني هاي لو تنجمع بالهيومن بلاد إنه بالهيومن بودي التوتال لينكث اوف كابيلاريز يصل الى 96,000 كيلومتر 90,000 ميل يعني كلش مسافه يعني ايش قدها سبحان الله. هاي التوتال لينكث اوف كابيلاريز. الفيلوسيتي اوف ذا بلاد ان ذا كابيلاريز هاي التوتال دايمتر يعني مو فد شيء انه هي تقريبا اكبر من الدايمتر of the large الأوارتة 800 مرة تقريبا أكبر من عدها. هاي total length of capillaries. The velocity of blood in the aorta average 320 millimeter per second but in capillaries the blood flow only about يعني راح تكون سرعة جريان الدم خلينا نقول بالكابيلاريز هي أقل بكثير من ما بالأرتري طبعا لأن يعني اللومن راح يكون أقل هنا. وبما أنه there are thin walls and slow blood flow within capillaries فإذا هو يعتبر favorable place for exchange of water, solute and macromolecule. ليش يكون هو مكان ملائم للتبادل الووتر والسوليوت والأكسجين؟ لأن هو إنه الجدار مالته ثن ولأن البلد يجري بيه ببطء
لهذا راح يعني يصير عملية التبادل الغاز بسهولة، تبادل المواد، تبادل الغاز بين البلاد والتشوز يكون يعني أكثر favorable place بالكابيلاريز. فإذا عملية الإكسشينج هي راح تصير بالبلاد كابيلاريز، ليش؟ لأن الكابيلاريز هو have thin wall and also البلاد فلو راح يكون slow within capillaries. ها هي الكابيلاريز فقط طبقة واحدة فقط endothelial cells. بعد شنو اكو؟ ماكو لا سب endothelial ولا internal elastic membrane، اكو layers او cells تحيط الكابيلاريز نسميها البيريسايت. بيريسايت هي cells بها extension تحيط الكابيلاريز. ولو هنا قبل الهاي ممكن ما حاجة عن هسه انواع الكابيلاريز وبعدين نتطرق للبيريسايت. الكابيلاريز طبعا راح تكون على ثلاثة انواع، 3 types of capillaries: continuous, fenestrated و discontinuous. Continuous هو somatic، الفينستريتد الفيزرال، والديسكونتينوس هو يعني السينوسويدال كابيلاريز. continuous somatic capillaries، الفينستريتد الفيزرال كابيلاريز، والديسكونتينوس هو السينوسويدال كابيلاريز. هل الكلاسيفيكيشن اوف كابيلاريز على يمن اعتمدنا بحيث صنفناها الى كونتينوس وفينستريتد وديسكونتينوس؟ اعتمادا على الفاريشن بالستراكشر اوف ذا وول اوف كابيلاريز، اعتمادا على الفاريشن بالستراكشر مال الوول اوف كابيلاريز فاجا هذا التصنيف او اعتمدنا عليه بهذا الكلاسيفيكيشن. فاذا الاختلاف هو بالستراكشر اوف ذا وول. نيجي للنوع الاول اللي هو الكونتينوس كابيلاريز. هاي صورة توضح الانواع الثلاثة بالالكترون مايكروسكوب. هنا الكونتينوس بالترانسميشن اي اي ام، هاي تي اي ام ترانسيشن الكترون مايكروسكوب، ترانسيشن اي ام تي ام يعني المجهر الالكتروني النافذ. وهنا الـ SE هاي سكانينج الكترون مايكروسكوب. سكانينج الكترون مايكروسكوب يعني شلون مسوين يعني مثل المسح الخارجي من الخارج ماخذي، ما داخلين ديب هنا، لا الترانسميشن يدخل ديب للاورجان اللي يدرسه فيسموه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب النافذ، يعني ينفذ الى داخل الاورجان. بينما هنا لا، سكانينج السطوح يدرس فقط سطح الاورجان. فهنا من السطوح انه شلون يبين الفينستريتد، شوف الفينستري هنا هاي الثقوب واضحه، وهنا ايضا سكانينج ايضا من برا موجوده الثقوب كلش كبار يعني فتحات كبيره بالنوع الثالث اللي هو السينوسويدال كابيلار، وصراحه نشرحها بالتفصيل. نيجي للنوع الاول اللي هو الكونتينوس كابيلاريز. قلنا الكلاسيفيكيشن اجى اعتمادا على الفاريشن بالستراكشر of the capillary wall. Continuous type 1 هذا وين راح اشوفه؟ وين اشوف هذا النوع؟ حفظوا لكم فد مكانين لكل نوع من انواع الكابيلاريز. هذا موجود بالمصل، موجود باللنج، ايضا موجود بالسنترال نيرفس سيستم، بالسكن، مكانات التواجد مال الكونتينوس كابيلاريز. المصل، لنج، سي ان اس اند also السكن. شنو ميزات هذا النوع؟ ليش سميناه مستمر continuous؟ أول شيء continuous سميناه لأن البيزمنت ممبرين بي كومبليت، مستمرة البيزمنت ممبرين. شنو هي البيزمنت ممبرين؟ هو الجزء اللي تستند عليه الإندوثيليال سيل. إحنا الكابيلاري نعرفه إنه يتكون من إندوثيليال سيلز وأكو بيريسايت حوله، فتحت الإبيثيليوم شنو أكو؟ تحت عفوا الإندوثيليال سيلز أكو بيزمنت ممبرين، هاي راح تكون كونتينوس مستمرة، يعني غير متقطعة. The cytoplasm of endothelial cell is thick and contain numerous small vessels اللي هي pinocytotic vesicle. Which involve the in the transport of fluid across the capillary. شنو أول صفة؟ أول يعني characteristic feature للcontinuous capillary، إنه لأن هي يعني continuous مستمرة ما متقطعة الendothelial cells، فإذا شلون راح يصير عبور المواد؟
شلون تعبر السوائل المواد عبر من البلد الى هذه الاندوثيليال سيلز، راح تكون عن طريق البينوسايتوتيك فيزيكل. البينوسايتوتيك فيزيكل شنو هي؟ هي عباره عن فيزيكل تحتوي على فلويد بداخلها، فحتى ينتقل الفلويد من البلد عبر اكروس ذا اندوثيليال سيل عن طريق هاي البورز اللي موجوده بالسيتوبلازم. فهاي الثقوب اللي موجوده بالسيتوبلازم هي تمثل لي حويصلات بينوسايتوتيك فيزيكال. بينوسايتوتيك فيزيكال تحتوي على فلويد. الاندوثيليال سيلز هيل توجذر، الخلايا هاي الاندوثيليال سيلز تكون شلون متصله واحده بالثانيه؟ شلون تحمل وحده الاخرى؟ يعني اما عن طريق سمبل انتر دايجيتيتد جنكشن، يعني فد شلون نقول بروزات اصبعيه بحيث تدخل الخليه ويا الثانيه عن طريق الامتدادات، الغشاء البلازمي يمتد على شكل اصابع يرتبط ويا الغشاء البلازمي مع الخليه اللي بصفها، هاي الاندوثيليال سيلز. عن طريق او عن طريق اكو نارو جاب، بس هذا النارو جاب يعني الفراغ ما يكون مفتوح، لا راح يكون العفو يعني يلحمه خلينا نقول او يغطيه سم الكترون دينس ماتيريال، ماده كثيفه الكترونيا تغطي هذا الجاب بحيث انه ما تخلي منفذ بين خليه وخليه، او يكون عن طريق انه السيل ترتبط بالسيل الثانيه عن طريق تايد جنكشن، يعني يكون التحام تام بين هاي الاندوثيليال سيلز وبين هاي الاندوثيليال سيلز. واضح طلاب؟ واضح المقصود انه الكونتينيوس كابيلاري، انه الاندوثيليال سيلز ترتبط ويا الاخرى اما عن طريق الانتر دايجيتيشن جنكشن او عن طريق جاب جنكشن مغطاه بالكترون دينس ماتيريال او تايد جنكشن، بحيث اكو التحام تام انه ماكو حد فاصل بين خليه وخليه، بعكس الانواع اللي يسرى البقيه اللي راح ناخذها. فهاي الكونتينيوس كابيلاري ميزاته انه بها بينوسايتوتيك فيزيكال. الفينسرا مثقبه من اسمها انه تحتوي على بورز، تحتوي على فينسرا، تحتوي على ثقوب. فينسريتد هذا التايب 1 كابيلرز وين نشوفه؟ نشوفه بالانتستاينال ميوكوزا حتى يصير امتصاص للمواد اللي تجي من الاستوماك، حتى تمتص بعض المواد لازم اكو يعني تمتص من الغذاء الى الدم، فشلون يصير الامتصاص؟ يصير الامتصاص عن طريق اكو بورز موجوده بهذا النوع من الكابيلاريز. بعد وين موجوده؟ موجوده بالميني اندوكراين جلاند، اكو عدد من الاندوكراين جلاند موجوده بها الفينسرا، هاي مثلا الكورتكس مال الادرينال جلاند، الانذر تايب اوف اندوكراين جلاند، وايضا موجوده بالرينال جلوميرولس وبالبنكرياس ايضا هذا النوع موجود من الكابيلاريز. الميزات هذا الكابيلاريز انه السيتوبلازم، طلاب مو السيتوبلازم هنا صححوها، البلازما ممبرين صححوا لي اياها انه بدل السيتوبلازم هي البلازما ممبرين. The plasma membrane of endothelial cells is perforated. اذا البلازما ممبرين مال الاندوثيليال سيل هو راح يكون مثقب يحتوي على الثقوب. وهاي الثقوب تكون ما تكون مفتوحة، ما تكون مفتوحة، هاي الثقوب مغطاة closed by diaphragm، مغطاة بحجاب أو حاجز، ما عدا بالرينال جلوميرولز راح تكون مفتوحة، يعني ماكو هذا الدايفرام بالرينال جلوميرولز، ما موجود هذا الدايفرام. هو اذا موجود هذا الدايفرام مو معناته ما يصير ديفيوجن، لا راح يصير ديفيوجن ما يعيقه، بس يعني راح يتحدد مو كل المواد يدخلها، المواد اللي يعني يقدر انه من خلالها يصير يعني دخول وخروج للمواد حسب الدايميتر مال هاي البورز. الاندوثيليال سيلز ار سيباريتد باي جاب جنكشن، اكو جاب جنكشن بتوين هاي سيل ايضا عن طريقها يصير الاتروس اوف ذا الماتيريال. واضح؟ فاذا الفينسريتد كابيلاري ارجع اعيدها انه هي
المكانات يحفظوا لكم فد مكانين، والسايتو البلازما ممبرين راح يكون يحتوي على بورز، بس هاي البورز تكون كلوز باي دايفرام ما عدا بالرينال جلوميرولز. الرينال جلوميرولز ما راح تكون في دايفرام موجوده، راح تكون بورز مفتوحه يعني باستمرار. واكو جاب جنكشن ايضا عن طريقه راح يصير الديفيوجن بالمواد بين البلات وبين الاوتسايد اوف ذا كابيلاريز. النوع الاخير اللي هو الساينوسويدال كابيلاريز او الفينستريتد كابيلاريز، هذا فينستريتد فينستر ماكو بورز، ذاك فينستريتد العفو ماكو دايفرام بهذا النوع، راح تكون مفتوحه دائما يعني كلش كبيره الاوبننج مالتها، وبس الوقت راح تكون يعني التورتشرز يكون الريجولر يعني راح تكون ملتويه او كونفولوتد يسميها اللومن مالتها. الريجولر اوبننج الفتحات تكون لارجر و and have regular tortures يعني يكون منحني ملتوية الجدار مالته. البيزل لامنة incomplete، طبعا بالنوعين الأولى البيزل لامنة complete، طلاب هاي هو ما مذكرة يعني بس هي فقط بالسينوسويدال البيزل لامنة incomplete، بينما بالنوعين الباقيات لا راح تكون complete البيزل لامنة بالcontinuous capillary، وبالfenestrated capillary البيزل لامنة complete. Except in sinusoidal capillaries, the basal lamina is incomplete. فإذن البيزال لامينا incomplete وهي أصلا بها بورز، والبورز هاي ما بها أي diaphragm، فإذن راح يصير free transport للمواد between the blood and. هاي وين نشوفها؟ نشوفها بال bone marrow، بال lymph node، بال spleen أيضا، بال liver، الأدرينال gland. كلها هاي راح يصير free movement للmaterials between the blood and the surrounding tissue. واضح؟ فإذن هنا هذا النوع يسموه sinusoidal or discontinuous capillaries. شوفوا هنا الفتحات كلش واضحة large intercellular cleft يعني endothelial عن endothelial راح تكون مفصولة عن بعضها. البريسايت يلا شو انتم مستعدين يلا البريسايت قلنا هي هذا مقطع بالكابيلاري هاي النيوكليوس طبعا هنا بالالكترون مايكروسكوب مو اللايت مايكروسكوب النيوكليوس شوفوا ايش قد لارج ونيوكليوس اوف اندوثيليال سيلز نيوكليوس اوف اندوثيليال سيلز طبعا من ناخذ مقطع بالكابيلاريز دائما تبين سيل وحده لان يعني هو كلش صغير سمول فمن اي مقطع ناخذه نشوف فقط اندوثيليال سيل تبين بي قلنا ما قصب اندوثيليال تيجي بيريسايت تحيطه هاي البيريسايت بها بروسيسز لونج سايتوبلازمك بروسيسز تغطي الاندوثيليال سيلز توصل بينات البيريسايت هنا هي بمكان يعني بمثابه سموث مصل تشبه السموث مصل اللي موجوده بالكابيلاريز بالارتري وبالفين يعني نفس خصائصها لان هي هم يعني هاف كونتراكتل فانكشن وظيفتها التقلص فمن يتقلص راح تغير التر ذا دايمتر اوف كابيلاريز وبنفس الوقت راح تسوي بوش للبلاد ثرو ذا كابيلاريز. مش مكتوب are cells of mesenchymal origin with long cytoplasmic processes بها هاي هي البريسايت حول الاندوثيليوم هذا اللومن اوف اندوثيليوم هاي النيوكليوز مال الاندوثيليال سيلز تحيطها البريسايت ايضا تحيط البريسايت تحيط الكابيلاريز وايضا البوست كابيلاري فينيول بوست كابيلاري فينيول اللي يجي مباشره بعد الكابيلاري وقبل الكابيلاري شنو اكو ميت ارتيريال كابيلاري these cells primarily have a contractile function يعني في contractile function احنا نعرف ان وظيفه التقلص هي ترجع للسموث مصل اذا هي تشبه وظيفه السموث مصل بريسايت بعد شنو وظيفتها بالاضافه الى كونتراكتال فانكشن هي من يصير انجري بالبلاد فيزل بالبلاد كابيلاري هاي السيلز راسا راح يصير فيها مايتوتيك ديفيجن وديفرنشيشن
وتكون لي نيو بلاد فيزل. فاذا من يصير قطع او انجري باي كابيلاريز اللي راح يعوض هذا الكابيلاري ويكون كابيلاري جديد مكانه هي الفيريسايت. الفيريسايت يعني مثل الميزنكايمال سيل تتكون اورجا يعني باي وقت هي قادره على تكوين بلاد فيزل او تعوض عن هذا البلاد فيزل اللي صار به انجري. فافتر تشو انجري فيريسايت بروليفريت اند ديفرنشيت تو فورم ا نيو بلاد كابيلاري. Another page. نجي للفين. هسه خلصنا الأرتري. الفين هم راح نرجع للإنتيما ميديا أدفنتيشا ونشوف شلونها راح تكون بأجزاء الفين اللي هي تكون 3 ديفيجن فانيولز سمول تو ميديوم سايز فين ولارج فين. الفينيولز اللي هو smallest vein smallest vein يعني وبعدين small to medium size واللarge vein نفس الأرتري arteriole small to medium size artery ولarge artery. الفينيولز طبعا دائما من ناخذ section بأي organ نشوف الفينيولز يما arteriole small to medium size artery يم small to medium size vein. large vein و large artery لا كل من على حدة. فإذا عندي venule وعندي arteriole أقارن بيناتهم شنو الفرق؟ الأرتريول إحنا قلنا بي انتمة الانتمة ما تتكون endothelium وسب endothelium ماكو والبرومينت راح يكون الانترنال elastic membrane والتونيكا ميديا اللي هي تتكون 1 to 5 layers of smooth muscle fiber. الفينيول لا راح كل هاي layers راح يصير بها يعني reduction. فالفينيول اللومن مال الفينيول راح يكون كبير يعني larger than the lumen of arteriole. الصورة طلع له اياها حتى راويكم الفينيول شلون يكون. شوفوا هذا الفينيول طبعا هنا RBC داخلها اللي لونها ازرق. الفينيولز هاف لارج لومن لارج ريجولار لومن. اذا اقارنا ويا الارتريول الارتريول لا اللومن راح يكون فيري سمول لان هو قلنا يجي دائما بصفه مقارب له. الانتما مالته اندوثيليال فقط بس لا سب اندوثيليال يعني ما بيها سب اندوثيليال ما بيها انترنال الاستيك ميمبرين. اذا التونيكا انتما فقط اندوثيليال سيلز. الميديا هاي التونيكا ميديا شوفوا كلش صغيره. السموث مصل بيها طبقات السموث مصل قليله جدا واحد او اثنين يعني سموث مصل سيلز او يسموها نافريسايت. الادفنتيشيا ايضا ثين وتتكون من سترانز اوف كولاجين فايبر. اذا هاي نعم كبري هذا الجزء اندوثيليوم وطبقة من المصل أو طبقتين يعني very few layers of smooth muscle والادفنتيشيا أيضا ثين. فإذا كل الطبقات هنا راح تتخلص. بس شلون أميز الفينيول عن الأرتريول؟ أول شيء بالدايميتر مال اللومن. اللومن راح يكون larger بالفينيول بينما بالأرتريول لا راح يكون smaller والطبقات مال الفينيول تكون أقل من layers of the arteriol. Another picture. small to medium sized vein ايضا لو اخليه مقارب الى small to medium sized artery راح يكون اللومن مال كل الفين اللومن مالتها اكبر. شوف هذا كله لومن مليان بالار بي سي رايت الواي الريد بلاد كوربسل. الوال هنا مالته يتكون من الانتيما تونيكا انتيما لاير كونتيننج السب اندوثيليال تيشو sub endothelial tissue. طبعا بيها sub endothelial endothelium جوا اكو sub endothelial بس هنا بالسكن من بينه. اذا هي اكو بس يعني راح تكون thinner than sub endothelial layer of small to medium size artery. اكو tunica intima التونيكا intima consist of endothelial sub endothelial tissue موجوده بس هنا بالصوره يقول not visible in this section بهذا المقطع من بينه. التونيكا ميديا كلها طبعا هنا راح تختزل
سواء بالأرتريول عفوا بالفينيول او سمول تو ميديوم سايز فين او اللارج فين، السموث ماسل بالتونيك الميديا راح تقل، تبدي قليله يعني تصير كل الانواع سمول اماونت اوف الاستيك فايبر اند سموث ماسل اند الادفنتيشيا تكون ثيكر ذان ذا ميديا. الادفنتيشيا طلاب بالسمول تو ميديوم سايز فين اند سمول اند لارج فين تكون ثيكر ذان ذا ميديا، ثيكر ذان ذا ميديا، بينما بالارتري راح شفناها بالعكس الميديا هي الاكبر كل الانواع مال الارتري. هنا لا الادفنتيشيا راح تكون اكبر من الميديا يعني ثيكر ذان ذا ميديا and contains collagen fiber. وكل ما يكبر in general the larger the vein the larger the amount، كل ما يكبر الفين تكبر او تزداد السموث مسل اللي موجوده بالميديا and the adventitia. طبعا هنا ايضا الفالفز موجوده بالفين small to medium sized vein واللارج vein تحتوي على فالفز. شنو هي الفالفز؟ الفالفز هي يصير يعني فد بروز من الانتما، من التونيكا انتما اللي هي اندوثيليال وسب اندوثيليال لير بروجكت انتو ذا لومن، ووظيفته انه هي انشور ذا اليوني دايركشن اوف بلاد فلو، توجه الدم باتجاه واحد ما تخليه باتجاه المعاكس. وين موجودة الفالف؟ موجود بالفينات، بالفين سمول تو ميديوم سايز فين، باللارج فين والسمول تو ميديوم سايز فين. اللارج فين شوفوا الصف هاي اللارج فين شوية مهم هذا السلايد. اللارج فين اللي هي الفينا كاف سوبيريور انفير انفيريور فينا كاف، شنو مميزات اللارج فين؟ شنو هو الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ذا لارج فين؟ التونيكا ميديا من الانتما اندوثيليال هاي منتين من عندها. نجي للميديا، الميديا منا الى هنا، شوفوا طلاب جاي وياي البوينت، منا الى هنا تونيكا ميديا consist of few layers of smooth muscle fiber. طبعا السموث muscle fiber بالتونيكا ميديا سواء بالارتري او الفين انه الارينجمنت مالتها يكون سيركولارلي circularly not longitudinally circular يعني بشكل دوائر متحدة في المركز concentric layer around the lumen. واضح؟ فإذا التونيكا ميديا سواء بالأرتري أو الفين السموث مسل راح يكون مالتها الأرنجمنت circularly or concentrically arranged. فالتونيكا ميديا consist of a few عدد قليل من المسل مثلا أقارنها ويا الأرتري. الادفنتيشيا هنا الادفنتيشيا باللارج فين بيها سموث مسل فايبر، الادفنتيشيا بيها سموث مسل فايبر عكس الارتري وين كانت السموث مسل بالتونيكا ميديا اوف مسكولار ارتري. هنا لا باللارج فين راح تكون المسل موجوده بالادفنتيشيا بس هنا الارينجمنت مالته راح يكون عكس الارينجمنت بالميديا. بالميديا قلنا السموث مسل تكون سيركولارلي ارينجد، بالادفنتيشيا باللارج فين المسل لونجيتودينالي ارينجمنت، لونجيتودينالي ارينجمنت. لهذا راح تبين على شكل افويد جروبس، شوف على شكل يعني كتل مكوره لان هنا الارنجمنت مالتها لونجيتودينالي. فمن يسوون كروس سكشن هو المقطع يعني تصور شلون القلم واجي اقطعه بالعرض فهو اصلا لونجيتودينالي على طول القلم يعني بموازاه القلم خلينا نقول المصل، فمن اجي اقطعها بصوره عرضيه تبين على شكل دوائر هيجي، بينما من تكون سيركولارلي واجي اسوي بها مقطع عرضي راح تكون لا ترتيبها موازي، موازي لللومن هيجي. راح اعيدها لكم لان اللارج فين واللارج ارتري هو يعني تشخيصه مهم لكم ك يعني كطلاب طبيه. اندوثيليوم وسب اندوثيليال لاير. التونيكا ميديا كونسيست اوف فيو لاير اوف سموث مسل اللي هي تكون سيركولارلي ارينجد منا الى هنا الميديا. الثيكست لاير هي الادفنتيشيا وتتكون من
باللارج فين تتكون من سموث مسل فايبر لونجيتودينالي اورينتد. الادفنتيشيا هنا انا اشوف سموث مسل. الادفنتيشيا عباره عن فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو. تحتوي على السموث مسل فايبر قلنا لونجيتودينال اورينتد بالالاستيك باللارج فين. تايت كولاجين فايبر سموث مسل تونيكا ادفنتيشيا سموث مسل لونجيتودينال اورينتد. انذر سلايد قلنا الفينز يحتوي على فالف فالفات تكثر بالفينز اللي هي فولد اوف تونيكا انتيما. مين جاية الفالز تيجي من انه التونيكا انتما يصير بها فولد، والتونيكا انتما مين تتكون؟ اندوثيليوم وسب اندوثيليال. اذا الفالز هي عبارة عن اندوثيليال وسب اندوثيليال لير، لان هي الفولد مال الانتما. فورمينج فالف شنو وظيفته؟ انشور ذا يوني دايركشنال بلاد فلو. بعد هاي صورة توضح لي انه شلون بالفالف شلون يوجه الدم الى اتجاه واحد وما يرجع بعد بالاتجاه المعاكس. Another سلايد هاي المايكرو سيركوليشن. طلع مو رسم مهم هذا، انه الارتريول وين ينتهي؟ ينتهي كميت ارتريول وبعدين كابيلاريز وبعدين البوست فانيولز. Another سلايد هاي يعني مو مهمة لأن ما شرحت لكم. الفازو فازورم هو البلاد فازل أو بلاد فازل. الفازو فازورم بلاد فازل أو بلاد فازل، يعني البلاد فازل اللي يجهز البلاد فازل أيضا بالبلاد، بس مو كل المكانات، بس مكانات الوول أوف ذا بلاد فازل اللي ما يوصلها البلاد، اللي ما يقدر ينفذ إلها البلاد. المكانات البعيدة الديبر مثلا باللارج أرتري باللارج فين الأدفنتيشيا. إذن walls of larger vessel as the aorta contain in the tunica adventitia supply by microvasculature to bring O2 and nutrient to local cell too far from the lumen. إذن المكانات البعيدة عن اللومن ما يوصلها البلد، فمن يجيها البلد؟ يجيها عن طريق من برا ويدخل كcapillaries أو كarteriole الى الادفنتيشيا اوف ذيس بلاد فيزل، يعني اللي بعيده عن اللومن نارشد باي بلاد ذير. اذا شنو اللي يغذي هاي المكانات اللي بعيده عن اللومن؟ يغذيها فازا فازورم. الفازا فازورم اللي هو اما ارتريول الفازا فازورم او كابيلاري وفانيول. ارتريول كابيلاري فانيول، يعني مو سمول تو ميديوم سايز ارتري يدخل ادفنتيشيا، لا راح يدخل الادفنتيشيا مال اللارج ارتري هو اما ارتريول او كابيلاريز او فانيول. فاذا الفازو فازورم هي ارتريول وكابيلاريز. فازل اوف فازل يعني بلاد فازل اوف بلاد فازل. انذر نجي للهارت. طبعا محاضرتنا تجاوزت الساعة. الهارت هاي مثل ما تعرفون هو مين يتكون ب 4 chamber اللي هي 2 اتريوم رايت اتريوم رايت فينتريكل والليفت اتريوم والليفت فينتريكل. وقلنا حكينا عن شويه بالبدايه عن الماينر سيركوليشن والميجر سيركوليشن. واكو فالفات الفالف اللي هي 4 فالف four type of valves. اكو valves بين ال right atrium و ال left ال right atrium وال right ventricle. شو نسمي هذا ال valve؟ نسميه ال tricuspid valve اللي يكون ثلاثي الشرفات. واكو valve بين ال right ventricle وبين ال pulmonary artery. pulmonary artery ايضا هذا يعتبر ترايكست واللي نسميه البلمونري فالف. بعد اكو فالف بتوين ذا ال ليفت
اتريوم والليفت فينتركل اللي نسميه الميترال فالف، وايضا اكو فالف بين الليفت فينتركل وبين الاورتا اللي يوزع البلد بعدين اللي نسميه الاورتيك فالف. هاي الفالفات ما مطلوبة من عندكم، بس كيعني معلومة انه there are four types of valves in the heart. الهارت هو ايضا يعتبر الدبل بومب اوف بلاد. بالله السلايد الثاني خلينا نشوف احنا عليه من راح نركز. اللايرز اوف ذا هارت ايضا هو مثل يعني كبلاد فيزل اخر ارتري او فين، ايضا يتكون من اندوثيليوم وسب اندوثيليال لاير. هنا راح نسمي الاندوثيليوم ما نسميها تونيكا انتما، راح نسميها الاندوكارديوم. الاندوكارديوم هي نفسها الاندوثيليال يعني تونيكا انتما. تونيكا انتما هي الاندوثيليوم والسب اندوثيليال لاير نسميها اندوكارديوم، ما راح نسميها انتو الاندوثيليوم سب اندوثيليال بالهارت نسميها الاندوكارديوم. الميدل لاير ما راح نسميها تونيكا ميديا نسميها مايوكارديوم، والادفنتيشيا بالهارت نسميها ابيكارديوم. واضح؟ فاندوثيليوم هي الاندوكارديوم والمايوكارديوم هي الميدل لاير والابيكارديوم هي الاوتر لاير اللي هي بمثابه الادفنتيشيا بالبلاد فيزل. الاندوكارديوم كونسيست اوف اندوثيليوم وسب اندوثيليال لاير. واكو طبقه تحت الاندوكارديوم اللي هي الاندوكارديال اللاير اللي تحتوي على الامبلس كوندكتنج سيستم اللي هي البركنجي فايبرز. المايوكارديوم هي الكاردياك مصل، طبعا هنا ماكو اسم مصل، هي الكاردياك مصل بعد راح تكون بالمايوكارديوم. بينما البركنجي فايبرز راح تكون تكون طبقه تحت الاندوكارديوم يسموها سب اندوكارديال لاير. سب اندوكارديال لاير تحتوي على بركنجي سيلز. هاي الاندوكارديوم وهنا سب اندوكارديال لاير. سب اندوكارديال لاير هي اللي تحتوي على البركنجي فايبر. شنو هي البركنجي فايبر؟ هي اللي تكون الجنريتنج اند كوندكتنج سيستم اللي يولد النبضه مال القلب، هي الكاردياك البركنجي فايبرز، فتحتوي على البركنجي فايبرز. المايوكارديوم هي الكاردياك مصل وتكون ثيك لاير، والاخر طبقه هي الادفنتيشيا اللي هي راح نسميها الابيكارديوم، هي عباره عن دينس كونكتيف تيشو كونتيننج كولاجينوس فايبر اند. واضح طلاب؟ ذا كوندكتنج لا قبلها شويه كوندكتنج، شوف ايش كاتبين انا ما يعني قريته هنا. ذيس كوندكتنج مايوفيبرلز اور بركنجي فايبرز هاف ون اور تو سنترال نيوكليوس. البركنجي فايبرز مايوفيبرلز ار سبارز اند ريستريكتد تو ذا بيريفيرال ريجن اوف ذا سيلز، يعني راح تتجمع المايوفيبرلز بالجزء المحيطي من البركنجي سيلز. فاكو كونتراكتال كاردياك مسل واكو بركنجي فايبرز. البركنجي هي الجنريتنج كوندكتنج اند كوندكتنج فايبرز. الليمفاتيك فازيكولار سيستم، الليمفاتيك فازيكولار سيستم شنو وظيفته؟ بما انه اكو بلاد فازيكولار سيستم ايضا موجود الليمفاتيك فازيكولار سيستم. دي للقلب للهارت. الليمفاتيك فازيكولار سيستم راح يجمع شكو فلويد بين التشو يرجعه للهارت ايضا. فاذا عمل الليمفاتيك فازيكولار مثل الفين، يرجع الليمفاتيك تشو تو ذا الهارت.
إذا الليمفاتيك يبدي بالليمفاتيك كابيلاريز اللي هو smallest lymphatic system موجود بكل التشوز as thin closed indented vessel يبدي كوعاء مفتوح من طرف واحد يعني طرف مغلق وطرف مفتوح يتخلل التشو of the body يجي هذا يسوي collect shock of fluid زايد بين التشوز بين الأورغان راح يدخل إلى الكابيلاريز وهذا راح يوصله إلى الليمف نود وبعدين للثوراسيك داكت وبعدين للسبكليفيان وآخر شيء يوديه للهارت حتى يعني يرجعه للبلاد للهارت. فإحنا ما ندخل بالتفاصيل كلش أنا يعني مسويها هي حتى محاضرة ليستر هاي. lymphatic capillaries originate in various tissue as thin closed-ended vessel يبدي ك يعني مفتوح من طرف واحد هنا consists single layer of endothelial and an incomplete basal lamina incomplete basal lamina أو ما موجودة البيزال لامينة نهائي فقط endothelial cells بس أهم شيء بالlymphatic vascular system إنه هي كل أنواعها تحتوي على valves الفالز موجودة بكل أنواع يعني بالسمول باللارج lymphatic system موجودة الفالز حتى ما تخلي الفلويد يرجع بالاتجاه المعاكس الأنذر The larger lymphatic have a structure similar to that of vein نفس الفين بس طبعا هنا راح يكون الوالد مالته يكون very thin وما بي يعني اللايرز ما نقدر نفصلها واحدة عن الثانية نشوفها كأنما يعني الميديا عن الادفنتيشة مو واضحة مثل ما موضحة بالفين They have numerous internal valves هاي الفالفز تعريف بسيط للفالفز هي تصير folded بالانتمة بالانتمة تونيكا انتمة سواء بالفين أو بالليمفاتيك فازل هي الانتمة راح يصير بها folded ومن منطقتين وتجي يعني توجه ال direction of the blood flow أو ال tissue fluid يعني ال fluid flow toward the heart هاي بالنسبة لمحاضرتنا اليوم وطلاب أي سؤال تفضلوا وخلوا اللي عنده سؤال ما يكتب لي كشات وإنما كصوت حتى أسمع أني طلاب أي طالب عنده سؤال السلام عليكم دكتورة أهلا وسهلا دكتورة عارف الحين الفرق ما بين البيسل لامينا وبيسمنت ممبرين أخربط بينها البيزل لامينا والبيزمنت ممبرين هي نفس الشيء هي عبارة عن فايبرز هي يعني اللي تكونها هي السيلز اللي موجودة تحتها فهي عبارة عن فايبر البيزا اللامنة والبيزمنت ممبرين ماكو فرق بيناتهم والله هي الـ يعني الجزء اللي تستند عليه السيلز بس هي التسمية تختلف مثلا بالسكن يسموها غير اسم بس هي كبير يعني كسابورت او كمكان تستند عليه السيلز الاندوثيليال سيلز زين اندوثيليال ليرز قصدين زين دكتورة بعد سؤال ال external elastic membrane هي prominent تصير بال muscular artery بال large muscular حددي هاي large muscular artery احنا عرفنا انه small to medium size artery فكل ما يكبر ال muscular artery راح يكون ال external elastic membrane يعني يظهر بوضوح او يكون موجود فوجود اللارج الاكسترنال الالاستيك لامينا هو باللارج ماسكولار ارتري ها تمام مو اني اللي عارفه اي دكتور مو اني عارفه ان الماسكولار يكون حجمها ميديوم فانت قصدك يعني كل ما اكبر هو باكسترنال يعني خلينا نقول اللارج ميديوم سايز ارتري يعني اكبر واحد
أكبر واحد الماسكولار أرتر يحتوي على الإكسترنال إلاستيك لامينا. تمام دكتورة. بعد طلاب أي واحد عنده سؤال يتفضل. دكتورة شو اسمه؟ الصب صب إندوثيليوم سيل هي نفسها البيزال لامينا لو تختلف يعني؟ لا نمو نفس البيزا اللامنة الخط اللي تستند عليه تستقر عليه الاندوثيليال سيلز. السب اندوثيليال لا هو التشو يكون شلون اللامنة بروفريا بال يعني بالانذر سيستم ولو ما ماخذينها الريسبيراتوري ولا فاكو تحت الابيثيليوم اكو كونكتيف تشو يجي لوس كونكتيف تشو لوس كونكت هذا اللوس كونكت تشو نسميه سب اندوثيليال طبقه متميزه بينما البيزل لامينا لا هو خط يعني فقط فايبر يتجمع شيء بصوره كثيفه تحت الابيثيليوم يصير تستند عليها البيزل لامينا تستند عليها الاندوثيليال سيلز بينما السب اندوثيليال هي الطبقه اللي تحت البيزل لامينا خلينا نقول تحت الابيثيليوم والبيزل لامينا واضح طبقه متميزه يعني ديليكيت او لوس كونكتيف تيشو كولاجين فايبر بها الاستيك فايبر بها سيل فايبروبلاست بينما البيزل لامينا لا بس عباره عن لامينه الاستيك لامينه تحت السيلز تستند عليها سيل تستقر عليها سيل واضح؟ واضح دكتور شكرا واضح صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا شلونك دكتور نجاة شلون صحة؟ أنا دكتور حسين بس بلش أحمل محاضرة الثانية بس المفروض تبدي لأن نقل يعني ما عندك محاضرة دكتور برا؟ أنا عفوا لا ما أدري والله نسيت نفسي لأن تدري يعني الوقت هو ما أدري ياخذنا دكتور حسين آسف لا 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 بالعكس ماكو مشكلة براحتك ويوم سبت مو دوام وتقول عبالي ما أخذ راحتي يعني تفضل دكتور طلاب أي سؤال أي والله شكرا طلاب اي سؤال تعبكم انا موجوده بالقسم حتى نختصر المحاضره اسفه من دكتور حسين يعني خلص من وقته شكرا طلابي يلا شكرا دكتور حسين اشكرك مع السلامه مع السلامه يا رب السلام عليكم